بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة أوجهها إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمو الأمير، أنت علمتنا أن بلادنا الحبيبة قطر هي كعبة المظلوم، وسموك علمتنا أيضا أن قطر قبيلة واحدة. وأنا والله في مقاطعي دائما أذكر وأؤكد أن بصفتك قائد لدولة قطر وأسرة آل ثاني والشعب القطري، دائما ما أذكر وأقول أن احنا أسرة واحدة ويد واحدة، الحمد لله رب العالمين. سمو الأمير، بصفتي عضو في هذه الأسرة، فأنا تعرضت لظلم شديد شديد استمر لسنوات طويلة، وأنا والله ما كنت حاب أني أسجل هذا الفيديو، ويعني آخر شيء كنت أفكر فيه أني أنا أسجل مقطع من هذا النوع، لكن والله غصبا عني حاولت قدر المستطاع إزالة هذا الظلم، ولكن للأسف كان يتجدد ويتكرر أكثر وأكثر. سمو الأمير، بما أن احنا أسرة واحدة، فلابد أن ما يحدث من مشاكل داخل هذه الأسرة يجب أن يحل بسرية تامة داخل هذه الأسرة. عشان كذا أنا ما راح أتكلم وأقول والله حصل لي كذا كذا، لا والله، وأنا أكثر إنسان حريص على بلادي الحبيبة قطر، الحمد لله رب العالمين. أتمنى من سموك إصدار توجيهاتك السديدة والكريمة بإزالة الظلم عن مواطن، الحمد لله رب العالمين. الكل يعرف حبي لبلادي ودفاعي الشديد عن بلادي، وياما مرت علي يعني ضغوطات شديدة لأجل أني أنا أخون بلادي، لكن الحمد لله رب العالمين وبفضل الله سبحانه وتعالى ثبت على موقفي في إخلاصي وحبي لهذا الوطن الحبيب. سمو الأمير، أرجو من سموك وأناشدك التحرك لرفع الظلم عن مواطن يحب بلاده، وأتمنى الرسالة تكون وصلت.